ألهاكم التكاثر، شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله، حتى زرتم المقابر، حتى متم ودخلتم في قبوركم. كلا سوف تعلمون، ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله، سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال. ثم كلا سوف تعلمون، ثم سوف تعلمون عاقبته. كلا لو تعلمون علم اليقين، حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد. لترون الجحيم، والله لتشاهدن النار يوم القيامة. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما.